غيري هدومك، واضح ان في مشكلة. غفر السواحل اعترضوا شحنة كانت متهربة على يخت من اليخوت قبل ما تدخل المياه الدولية. طب يا فندم، يعني علاقة الموضوع ده بالمنتجع؟ قبطان المركب قال انه ما يعرفش حاجة عن اللي موجود في اليخت، وانه سايب اليخت عندكم في المارين في المنتجع طول الصيف اللي فات فترة استضافة. حضرتك المارين عندنا بيستقبل 50 يخت في السنة. ومين مسؤول المارين عندكم؟ أنا. أنا هبلغ هادي علشان أكيد هيستدعوا بكرة. طيب أنا همشي عشان حاسة إن أنا تعبانة شوية. استنى، وصلت؟ لا، أنا عايزة أبقى لوحدي. يا مهاب، في ايه؟ ليه ما بتردش على التليفون؟ دي المرة المليون بتصل. أنا متوترة جدا مش عارفة أعمل إيه. رد ضروري على التليفون، الدنيا مقلوبة هنا. أنا مطلوب بكرة للتحقيق. المحامي بلغك؟ بلغني. وقال إنهم هيفرغوا الكاميرات بتاعة المارين كلها. إنه في حاجات اتشالت من على الهارد لما السيستم اتهكر. يعني مش هيعرفوا يلاقوا حاجة. ما هو ما كانش هيعمل كل ده ويغلط الغلطة الصغيرة دي. عشان كان في ايه يا هادي؟ شمتان؟ أنا آخر واحد ممكن يفرح لما يشوفك وأنت مكسورة. رغم إن أكتر واحد أنت أذيتيه ما اتكلمتش. ده أنا حتى تقريبا نسيت أحاسبك على اللي عملتيه. كنت متأكد إنك بتضيع قصاد عيني وحاولت أساعدك ما رضيتيش ولجمتني باللي أبويا عمله اللي أنا حلفت لك 100 مرة إن أنا ماليش ذنب فيه. اتهمتني بإن أنا طمعان في المارين وفي المنتجع وفي كل حاجة، إن أنا عايز أكوز زي أبويا، وأنت عارفة إن أنا غيره. المفروض إنك عارفاني كويس. فريدة. نعم، جاية لي. عرفت من أكرم اللي حصل، فجيت يعني. وبعدين؟ ما حبيتش أسيبك لوحدك يا فريدة، جيت أطمن عليكي. كفاية لحسن حقيقة.